مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. طقس شديد الحرارة عموما، هناك امتداد لفرص الأمطار نحو الطائف، أيضا هناك تنبيه من الضباب في المنطقة الشرقية. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي نتوقع أن تهطل فيها بعض الأمطار أو تحدد الأماكن التي يتم فيها تساقط بعض الأمطار، هي المنطقة الجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية بشكل عام، تمتد تدريجيا لتشمل المنطقة الجنوبية الغربية، ويوم السبت تقريبا تمتد إلى منطقة نجران وأيضا تمتد إلى منطقة الطائف يوم السبت، ولكنها تكون غزيرة في عمان. هذه اللون البنفسجي يمثل هنا غيوم وأمطار زخات شديدة من المطر في منطقة عمان، هذا ممكن يحدث يوم السبت مساء، قد تسبب بعض السيول والفيضانات. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء حارة نسبيا إلى حارة، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 34 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يوم الجمعة أجواء مغبرة في الرياض وحارة، العظمى المتوقعة في الرياض 46، وأجواء حارة نسبيا إلى حارة بالليل، والصغرى المتوقعة 35. السبت أجواء حارة نهارا، والعظمى المتوقعة في الرياض 45، وأجواء حارة نسبيا إلى حارة، والصغرى المتوقعة في الرياض 36 درجة مئوية. الأحد أجواء حارة والعظمى المتوقعة في الرياض 44 درجة مئوي، وأثناء الليل حارة نسبيا إلى حارة، والصغرى المتوقعة 34 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة، سكاكا 45-30، عرعر 43-29، تبوك 42-28 درجة مئوية. المنطقة الغربية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، المدينة المنورة 47-36، جدة 36-31 مع رطوبة عالية، وبالتالي يزيد الشعور والإحساس بالحرارة. مكة المكرمة حارة 41 العظمى والصغرى 31، الطائف أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى 36 والصغرى 28 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا، الباحة 28-22، أبهى فرصة لسقوط بعض الأمطار 30-19، جازان 37 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء حارة لكنها شديدة الحرارة في حفر الباطن، 48 العظمى المتوقعة في حفر الباطن، والصغرى 33، الإحساء أيضا أجواء شديدة الحرارة، العظمى المتوقعة 47 والصغرى 33، الدمام العظمى 42 والصغرى 33 درجة مئوية. وأخيرا المنطقة الوسطى والرياض أجواء حارة، حائل 43-29، بريدة 45-31، الرياض أجواء مغبرة وحارة، العظمى المتوقعة 46 والصغرى 35 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله.